صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة على مسألة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول: ما وجه استدلال الشيخ بهذه الآية؟ أحد هذا عام للملائكة وللرسل وللأولياء والصالحين ولكل مخلوق. كلمة أحد نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وفي قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله. نعم، عموم الآية. نعم.